طويلة في الجناح الأيسر، خالد عصمت دخل وماشي وممكن يشوط وفعلا شاط وشوطة حلوة، وأول كرة بإيد حارس المرمى ناصر شوشان. ناصر شوشان طارق سليمان رقم 16 من المنتخب المصري شاط وترجع مرة، كان خطيرة لكن في تسلل، في تسلل في رافع الراية عيسى الجساس من الكويت. ازداد الجمهور الآن، يبدو أنه أصبح الآن يزيد عن 15,000 متفرج. إسماعيل يوسف على شماله طالع بالكرة، خالد اعتبرها ادفانتج، وعلى يمينه للاعب رقم 14 علاء طويل في الجناح الايسر ايمن، ايمن يونس بمررها وبترجع لايمن مره ثانيه وبتطوع على شماله برفعها رفعه حلوه فعلا، وبيكملها اللاعب رقم 9 ولحاله على حارس المرمى، لكن الله كره حلوه فعلا وفرصه لا تعوض للمنتخب المصري. ايمن يونس كان على بعد 4 امتار وكان ممكن يحطها بيمينه او بشماله لكن اتأخر، التوقيت كان غير صحيح والكرة ضاعت على الهجوم المصري. كابتن الفريق ايمن يونس، اول فرصة للمنتخب المصري بعد مرور حوالي 8 دقائق على بداية الشوط الاول من المباراة. بيلعب المنتخب التونسي اليوم بغياب الكابتن نبيل معلول الذي تم شطبه حتى نهاية البطولة بقرار من اللجنة الفنية لسوء سلوكه خلال مباراة تونس الأخيرة مع السعودية. وهكذا أيها الإخوة ينتهي الشوط الأول من هذه المباراة بدون أهداف لكل من الفريقين. أعزائي المشاهدين، لنا لقاء في الشوط الثاني من هذه المباراة. من استاد عمان الدولي نحييكم وإلى اللقاء. بسام الجريدي ممكن يشوط ومرة تمرة حلوة فعلا، أخطر هجمة للفريق التونسي، فرصة لا تعوض للفريق التونسي، أول تمريرة ثاني تمريرة ثالث تمريرة على مرمى احمد شوبير لكن على يمين القائم. الله والهدف الاول، الله عدل الكره وحط الكره مفاجئه على شمال حارس المرمى ناصر شوشان. ناصر شوشان حارس المرمى لم يتوقع ابدا، لم يتوقع ابدا كرة مفاجئة والهدف الاول، الهدف الاول في الشوط الاول من المباراة. طارق سليمان جاب الهدف الاول بعد مرور نصف الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 22 من الشوط الاول، الشوط الثاني من المباراة. طارق سليمان حرك الجمهور المصري والجمهور الاردني المتواجد في استاد عمان الدولي، ونرى اعلام جمهورية مصر العربية والجمهور الكبير. كرة مفاجئة وكرة قوية من على بعد اكثر من 24 ياردة، حط الكرة قوية طارق سليمان وسجل الهدف الاول في مرمى ناصر شوشان. طارق سليمان لعب حتى الآن 12 مباراة دولية، عمره 26 عام، بيلعب للنادي المصري ومركزه في خط الوسط. أرضية من بعيد لأيمن يونس، أيمن يونس تمريرة حلوة ممكن يطلع وممكن يشوط وفرصة يشوط، والله الله يا كرة حلوة و شايفين على بعد ياردات قليلة جدا، مفيش في اوفسايد، في اوفسايد، في اوفسايد، تسلل.
الله، كرة خطيرة تشبه الكرة اللي سجل منها طارق سليمان الهدف الأول. كرة مفاجئة، كرة طويلة، كرة خطيرة، كرة قوية، لكن كانت بعيدة على شمال القائم. عادل سميراني، حسام، والله جول فاضي، جول فاضي بعلم الكرة، لكن بيطلع ناصر شوشان حارس المرمى، طويلة للاعب رقم 7 بسام الجريدي، وبيطلع يكن بيبعد الكرة في الأوت. حلوة فعلا، ورفع حلو وكملها، لكن بيدخل حسام حسن بيضربها براسه في الأوت. إبراهيم حسن أخو حسام حسن، إبراهيم رفع الكرة، دخل حسام لكن علاها في راسه في الأوت. طويلي، وهكذا أعزائي المشاهدين ينتهي الشوط الثاني من هذه المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لا شيء سجله طارق سليماني، وهذا أول فوز في المجموعة الأولى كما تحدثنا تحققه مصر على تونس. شفنا الهدف، هدف طارق، وبذلك تصبح مواقف الفرق على النحو التالي: مصر في الصدارة برصيد 3 نقاط من مباراتين وستلعب مع لبنان والعراق، تونس نقطتين من 3 مباريات وستلعب أمام لبنان، السعودية نقطتين من مباراتين وستلعب أمام لبنان والعراق، العراق رصيده نقطة واحدة من مباراة وكذلك لبنان. في تمام الساعة 9:15 هناك مباراة ستلعب السعودية مع لبنان، غدا الكويت مع سوريا في 5، والأردن مع الكويت في 9:15. أعزائي المشاهدين، من استاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب نحييكم أجمل تحية وإلى اللقاء.